تفوت ربما الباتريه في الصاليه. هادشي علاش تحولت الفكره التفويت في الاتجاه ديال الاقتناب. والثمن بيان سير يجب ان يراعي الاستعمال ديالها، لان حنا ما عندوش فيها العظام، كاين واحد المركب هما عندهم تجربه الاسفيه، هو اللي اقترح علينا قال لنا احنا الاسفي راه بعنا ما فوتناش، بعنا واحد الجمعيه الاسفي كانت عندها واحد الاتجاه الاسفي، بعنا هذا واحد الثمن ما عقدناش الثمن على اي ما عرفناش، ولكن مبدئيا خصو يكون واحد الثمن ليراعي الاستعمال ديال هذه الكنيسه. عليها هذا الانتقال بالفكره ديال التفويت، الفكره ديال الاقتناء. وشكرا سيدي.